الوصفه اللي غادي ننصح اللي غنصح بها الاخوات، فدائما نحافظوا على ذاكرتنا. بعدا قلنا كل نهار نحاولوا نحفظوا واحد جوج جملات كيف ما بغات تكون، ديال اي حاجه، ديال اي لغه كتقراو بها او اي لغه كتعرفوها. هذا من جهه. من جهه اخرى غادي ناخذوا وصفه اللي كتشرب، اللي غادي ناخذوا فيها مواد اللي كترفع الاكسجيناسيون، يعني كترفع من درجه الاكسجين النافع في الدماغ ديالنا. شنو هما هاد المواد هادو؟ غادي ناخذوا الزعتر، غادي ناخذوا الكركدي فيه مواد اللي كترفع الاكسجين واللي غني كذلك بالفيتامينات، فيه ازيد من 11 فيتامين. الباديان وتيميجا. اذا نعود، الزعتر، الكركدي، الباديان وتيميجا، معلقه صغيره من كل ماده يابسه، كتخويو عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى، تخليوه حتى يطلق، تصفيوه وتشربوه كل ليله ساعه مورا العشاء، وغادي تداوموا عليه على الاقل مده ديال شهرين. هنايا ربعة المعلقات صغار المجموع، يعني معلقة صغيرة ديال الزعتر، معلقة صغيرة ديال الكركدي، معلقة صغيرة ديال الباديان، معلقة صغيرة ديال التيميجا، وكاس كبير ديال الماء المغلى. كديروا السيد على شكل تيزان، يعني كتخوي داك الماء على هذا الخليط وتخليه مرقد شوية، ومن بعد غادي تصفيه وتشربوا ساعة من بعد العشاء. هذه داوموا عليها شحال ديال الوقت؟ قلنا على الاقل مده ديال شهرين، فراه يمكننا ناخذوها حتى المده ديال 6 شهور ولا 7 شهور، ماشي مشكل. هذه ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تهيج مثلا في الليل ولا على مستوى النوم؟ نعم، بالعكس. فبالعكس ملي كنعطيو الاكسجيناسيون، يعني كنعطيو الدماغ ديالنا الاكسجين كثير، كيرتاح الدماغ، كيرتاح، وحتى النوم كيتقاد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.